الله. طيب نغني بقى زي العسل لصباح. انت عاوز زي العسل؟ زي العسل. طيب زي العسل زي العسل. يلا. خلينا نقول أغنية راجعة للحن ملحم أبو جديد والشاعر منيب عساف لأنه ما انتبهت، ونقول الله يرحمها للسبوحة اللي متعتنا بأغاني كتير كمان حية. مثل اليوم كان نهار جدا عنا حزين، الموسيقار الكبير ملحم بركات اللي توفى. مزبوط ومات، بس أعماله اللي تركنا إياها لحد الله خالدة، ودايما الفنان اللي بيمتعنا بأعمال حلوة بيكون مدرسة لأنه، فكمان الله يرحمه لأنه اليوم كان دفن. طبعا ملحم قطع عملاق من عمالقة الفن، وأيضا سيظل حيا بيننا. أكيد أكيد. يلا شباب جاهزين على الكورة ولا إيه؟ بعيون حبيبي